المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. استحضرت هذه الآية بعد أن طلب مني الأخوة أن أشارك بكلمة موجزة في هذا الحفل الميمون، باعتبار أن سماحة العلامة الشيخ توفيق العامر له اهتمام جليل وملحوظ بالقرآن الكريم. وعندما يقع سماحة الشيخ على آية مثل هذه الآية وقفوهم إنهم مسؤولون، فهو بلا شك يعني أن للعمامة دور ولها رسالة ولها مسؤولية عظيمة. الشيخ بحركته والأحساء كلها لتضامنها مع الشيخ أعادت للعمامة وهجها، أعادت للعمامة قيمتها، أعادت للعمامة رمزيتها. نحن نريد العمامة العاملة، العمامة التي تصنع واقعاً متغيراً، العمامة التي تطالب بحقوقنا المنهوبة وحقوقنا المنتهكة والمسلوبة. لا يستطيع المجتمع أن يتقدم وأن يكون في مقدمة الراتب، لا يستطيع أن يسترد حقوقه إلا إذا وجدت نخبة من أمثال سماحة الشيخ، نخبة مثقفة، نخبة عاملة تطالب بهذه الحقوق المنتهكة. نحن نريد في هذا الوطن أن نعيش كبقية المواطنين، فلماذا يحرم المواطن الشيعي في الأحساء أو في القطيف أو في أي مكان من حقوقه؟ نحن نريد على سبيل المثال في مدارسنا في مناهجنا أبناءنا يتربوا على فقه الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما ندرس فقه آخر لا ننتمي إليه. نعم من باب التداخل، من باب الحوار، من باب المعرفة نقبل ذلك، لكن لا أدري إلى متى سيتغير هذا الوضع. الدولة تطرح حوار الحضارات وتطرح مواضيع مفاضة وكبيرة، ولكننا للأسف الشديد لا نلحظ منها شيئا في واقعنا. هنا وكرر الشيخ من سماحة الشيخ لأنه طالب بهذه الحقوق وأصبح رمز من رموز دعاة الحقوق ورمز من رموز الشيعة في المنطقة. الذي نتمناه والذي نتوقعه أن تستمر جهود الشيخ العزيز وأن يستمر هذا التضامن من أهالي الأحساء الكرام. كما قلت للعمامة مسؤولية وللعمامة دور وللعمامة رمزية كبيرة، إن أحسنت أن تقوم بواجبها المناط بها. بعض العلماء للأسف ربما لا نجد لها مشاركة اجتماعية، لا نجد لها حضورا. نتمنى من كل معمم في القطيف أو في الأحساء في الواقع الشيعي عموما أن يمارس دوره، وسيجد الناس تتمحور وتلتف حوله. أختم بمقولة الإمام علي عليه السلام الذي يقول: يطير المرء بهمته كما يطير الطير بجناحيه. ويقول سلام الله عليه: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ينبغي لكل من يحضر في هذه الاحتفالية الكريمة أن يتبرأ دورا، أن يكون له مشروع. لن نستطيع أن نسترد حقوقنا الطبيعية التي يمارسها أي مواطن في أي بلد إلا إذا تحركنا كمشروع. لا يكفي أن يتحرك الشيخ، لا يكفي أن يقدم سماحة الشيخ تضحيات ونحن نقول له بلسان من قال له أنه ربك فقاتله إنا هنا قاعدون. يجب أن تكون الحركة حركة الجميع حتى نستطيع أن نسترد وكانتنا اللائقة بنا بطائفة كريمة في هذا الوطن. وأختم بكلمة الشعبي الذي يقول كما يحفظها الآن كل أطفالنا: إن الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. أشكركم جميعا باسم أهالي القطيف الذين حضروا معنا في هذه الحملة التضامنية مع الأحساء التي نكون لها كل محبة. أقول بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.